اليوم رنا عم نتحدث بمناسبة يوم الطفل العربي، يوم اليتيم عالميا، عن فئة يجب أن نسلط الضوء عليها وما نمر عليها مرور الكرام، فاقدي السند الأسري، وهذا التوجه لدى SOS بدعمهم بكل الطرق الممكنة. تفضلي. طبعا تعرفي احنا كجمعية موجودين بالأردن من سنة 83 وعملنا الأساسي توفير الرعاية البديلة لهذه الفئة فاقدي سند الأسري، فإحنا بنوفر لهم طبعا بالإضافة للسكن الآمن، الغذاء طبعا، والتعليم، الصحة، في جزئية كبيرة بنشتغل عليها طبعا، التمكين الاقتصادي لما يكبروا حتى يطلعوا بالآخر يعني أفراد فاعلين في المجتمع. الجزئية الكبيرة كمان مركز عليها اللي هي التقبل والدمج مع المجتمع. نعم. المحيط. نعم، ومن هون اجت اسم الاغنيه طبعا، فاحنا من هون بنشكر ست نداء فنانتنا الرائعه على هذا العمل. نعم. المشترك. نداء، احكي لنا كيف كان او كيف تم التعامل، كيف يعني انبثقت الفكره في تقديم اغنيه تتحدث عن التقبل بدون تنظير، احنا بحاجه للتقبل الان. اغنيه تقبلني، بدايه خليني احكي انه انا اول شيء سعيده وبدي اشكر ست رنا على هاي الثقة اللي منحوني إياها الـ SOS، يعني صدقاً بس تعاملت معاهم بتشيلي ناحية العملية، خلينا نقول، وبتصيري تشتغلي إنسانياً قد ما هم لطيفين بالتعامل وقد ما حلو الشغل معاهم، يعني هاي شغلة. تاني إشي بالنسبة للأطفال، يمكن هم كفئة أنا بالنسبة لإلي بنتمي لهم جداً، يعني بحبهم بطريقة كبيرة وكنت حابة من زمان أعمل إشي عنهم، وهم الـ SOS ما ترددوا ثانية لما سمعوا العمل إنه هم يشتغلوا عليه. حلو. اتقبلني، كتبته ولحنته، كان بالنسبة لي عن الطفل خلينا نقول مش المختلف، عن الطفل بشكل عام. اليوم الأطفال بيعانوا من اختلافات كثيرة بصرف النظر، يتيم، من ذوي الاحتياجات الخاصة. دائما احنا عندنا مجتمعنا وصلنا لمرحلة صار عندنا مشكلة بتقبل الآخر، نحكي تقبل تقبل بس ما بنتقبل بالضبط، صار عندنا مشكلة بتقبل الآخر خصوصا مثلا الأطفال، حتى أطفالنا عم بيكون عندهم مشاكل إنهم يتقبلوا أصدقائهم المختلفين. صح. بالمدرسة. صح. ما بعرف هاي المشكلة بترجع للأهل، بترجع لكثير يعني إلها عوامل بالضبط. فتقبلني يعني كانت بتحكي بالأخص عن الـ SOS. حلو. حبيت أنا أشارك بهذا العمل. طبعا أول إشي شكرا على الثقة اللي أعطوني إياها أنه أنا أشارك كورال الـ SOS، هذا كان إشي يعني لأول مرة بيصير. حلو. بالأردن أنه الكورال نفسهم يكونوا من طلاب الـ SOS. شاركنا بالغنى فنانتين رائعتين، يعني أنا بحبهم كتير، أمل إبراهيم ومارتينا مجدي، وشاركنا كمان ساري، كان معانا ساري برضو من الـ SOS وديانا. العمل كان رائع جدا عن جد والله، مش يعني عشان لانه اشتغلناه بكل حب، كتبته ولحنته من كل قلبي يعني، يعني صراحه بكفي يعني الرساله اللي عم بيوجهها. رح نشوف مع بعض تقبلني ورح نحكي اكثر عن اجواء العمل، ولكن الاهم ما بعد هذا العمل وكيف نعمل على فكره التقبل. شوف الوطن من عيوني والحب اللي بقلبي أكبر، أنا مش ضعف أنا قوي، أنا صبر وتحدي أكبر، وبحب صوت العصافير برتاح حضن أمي، وبحس بالبحب من كتير وبفرح لما بتضمني. بحب صوت العصافير بحب حضن أمي، وبحس باللي بحبني كتير وبفرح لما بتضم، وبغني أحلى الحلحان علشان الدنيا حلوة، وبشوف بعينك كمان راحة لما بتحبني. تقبل مثل ما أنا، تقبلني مستقبل، احنا بنعطي للحياه.
بدون شروط تقبلني، جزء منك اعتبرني، قويني وكون سندي وفع ضعفي. بضعفي بقوتي تقبلني، قديش قريبة بالكلمات باللحن، بنحكي كلماتك وألحانك كمان نداء. فبرافو. حكينا أكثر رنا عن، أنا كثير حابة أركز صراحة من الصبح في بداية مقدمتي، حكيت إنه دائما بنمر مرور الكرام على مصطلح فاقدي السند الأسري. دائما حلو نتذكر إنه هل الأطفال وحتى الشباب ما اختاروا هذه الظروف طبعاً. أبرياء ويظلموا مرتين، يعني من المجتمع ومن الأهل. حكينا عن العقبات اللي بتواجههم بحديث مختلف، ما بدنا نحكي بدنا دعم، بدنا توعية، بدنا دمج، شو عم بيواجهوا على أرض الواقع؟ يعني أنت تخيلي كل المشاكل اللي بتواجه أطفال والشباب، وزيدي عليها إن هم ما عندهم يعني الأهل اللي يرجعوا لهم، اللي يعطوهم العطف اللي بيحتاجوه، اللي بيرشدوهم، المجتمع بيرفضهم بكل طبقاته، ومش يعني ما بتفهمي ليش يعني ليه إحنا بنطلع على هالفئة أنهم كيف بيرفضهم؟ يعني أعطيك مثال بسيط، يعني ممكن ما ينعزموا عيد ميلاد، أو ممكن أهل ما يعزموهم عندهم يلعبوا مع أولادهم، أو ممكن ما يختاروا أنهم يوظفوهم. يعني جميع أوجه التمييز للأسف بتكون ضد هذه الفئة. وهي الفئة زي ما تفضلتي هي فئة بريئة وما اختارت هذا نعم. احنا بنحكي الـ SOS يعني بتقدم الأسرة البديلة بشكل الأسرة الحرفي، صحيح. قديش احنا بنشوف انه في مشكلة للأطفال لما تخبروهم عن الوضع البيولوجي فيما يتعلق بعدم وجود أهلهم البيولوجيين، فكرة التبني، هذه الحقائق من أي عمر بيكونوا الأطفال قادرين على استيعابها ويتقبلوها؟ لأنه عم نحكي عن تقبل المجتمع لهم وهم كمان يتقبلوا وضعهم. يعني طبعا هم من أول ما يجوا عنا بيعرفوا انه هم مش يعني هاي مش عائلتهم البيولوجية. نعم. الحقيقية. بس بدي أركز على نقطة إنه إحنا هذا الإشي اللي بيميزنا بالSOS، إنه إحنا منوفر هذا الجو اللي الأسرة بالضبط، اللي بيغطي الاحتياج العاطفي طبعاً قد ما بنقدر، لأنه بالنهاية مش الأهل البيولوجيين وما عندكش الأم والأب يعني. نعم. فإحنا من ما بداية يستوعبوا فكرة الأنا بصير بيعرفوا إنه هم يعني هاي مش أمه الحقيقية أو البيولوجية وهدول مش إخوانه. نعم. بس هم تستغرب قديش بتعاملوا بقرب يعني كبير يعني، ولما تحكي معهم وإن شاء الله بتزورونا وبتشوفوا البيوت. نعم. يعني وبتعاملوا مع الأولاد فعلا بتعاملوا مع بعض بأخوة وبعواطف قوية جدا جدا، لأنه فاقد الشيء يعطيه يمكن أكثر من غيره. نداء، اللي بيكتب حلو بيكون حاسس حلو، وأنت حكيتي أنه أنا هذه القضية أصلا كنت حابة أتحدث عنها. شو اللي لفتك للحديث عن فاقدي السند الأسري؟ شو أمور تعرفتي عليها بعد ما كنت على قرب أكبر من الأطفال أثناء التصوير وحتى خلال يمكن المحادثات اليومية اللي كانت تجرى بينكم؟ هلا انا دائما بامن انه الفنان لازم يكون صاحب رساله، هي شغله من غايه ما يعني من اول ما بدات لغايه هلا بالفن، خلينا نحكي يعني تقريبا من 4 سنين ونص مثلا لغايه هلا، يمكن ما في قضيه يعني بتخص المراه او الطفل الا غنيت عنها وتحدثت عنها وكتبت واشتغلت كثير على هذا الإشي، وبحب هذا الإشي من كل قلبي. يمكن اللي خلاني كمان انه انا اكون اكثر فاهمه عليهم انه انا اشتغلت مع مؤسسات بترعى الاطفال الايتام من قبل هيك. نعم. وكان عندي دائما تعقيب انه مثلا هدول الاطفال بس يطلعوا على المجتمع بس يكبروا شو ممكن يصير فيهم فيما بعد، كان دائما عندي هاي التساؤلات، كان بدي ادخل لحياتهم واشوف. يعني انا يمكن احكي لك شبه طمنت يعني خلينا نقول 100%، بس شفت كيف بيعاملوهم بالSOS وكيف. نعم. بيكونوا الاطفال فعلا بيوفروا لهم العائله، بيوفروا لهم الراحه، كل هاي الاشياء، بس. نعم. بضل الدور الباقي انا وفرت لك كل هاي الاشياء. طب برا
هذا المحيط شو ممكن يصير بالطفل. صح. هذا الإشي اللي شدني أنه أنا أكتب للناس من باب توعية أنه أنتوا تقبلوا هاي الفئة، علموا أبنائكم أنه الاختلاف تميز مش ضعف ولا مرض ولا إشي سيء. يعني هاي هي الرسالة اللي كنت حابة أوصلها، ومبسوطة أنه أنا اليوم سفيرة للSOS، يعني مبسوطة أنه أنا رح أحكي عنهم بكل مكان. حلو. هالقد إحنا محتاجين أنه إحنا يعني كفنانين خلينا نقول، أو أي حدا مؤثر، أنه فعلياً عن جد يكون عنده رسالة دائماً، يعني وين ما كان يحاول يكتب، لو بيكتب يكتب عن هاي الفئات. صح. لو بيلحن يلحن لهاي الفئات، يعني يوصل صوته بطريقة إيجابية دائماً. حلو. لما كنت تحكي مع الأطفال كيف بتحسي مثلاً اهتماماتهم، مشاعرهم، شعور مثلاً أنك موجودة بينهم عم بتصوري؟ هل هذا بحسسهم بنوع من أنواع الأمان اللي إحنا بنفتقده للأسف، لأنه حكينا أنه المجتمع عم بيكون عقبة، عائق، ما عم بيكون في تقبل، عشان نكون واقعيين. بالضبط. يعني بالعكس انت بتعطيهم ثقة أكتر، هم كانوا مبسوطين يعني، ويوم عم بيتخانقوا من بده يطلع بالكليب ومبسوطين وإحنا وأنا بدي أطلع وأنا كذا. فعندهم يعني خلينا نقول يعني هيك كانت الروح كلها إيجابية بصراحة. ما حدا غلبني، بالعكس انبسطنا كتير، كنا صرنا كلنا أصحاب يعني. لما التقينا يوم الحفلة ما تتخيل، يعني كلهم ملمومين حوالي وبنضحك وبنمزح وهيك، فخلص تعودنا على بعض. حتى بيسألوني عن المخرج وعن كذا. توجه له تحية رامي الجيوسي، عن جد شكرا من كل قلبي، مخرج رائع، لأنه أبدع 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 في الكليب واشتغل من كل قلبه. نعم، كل القائمين على العمل بالفعل يعطيكم ألف عافية. هون من هذه الحاجة كان هناك يعني ضرورة لوجود قسم المناصرة. نعم. اللي استحدث به 2020 حتى. نعم أكثر. نعم عنه. طبعا، لأنه إحنا كان لازم هذا القسم بيشتغل على حقوق الطفل بشكل عام، وخصوصا حقوق فاقدي السند الأسري. نعم. وإيضاح التحديات اللي بتواجهها هذه الفئة للمجتمع، والعمل مع الجهات الرسمية كمان على يعني تذليل هذه العقبات والتحديات اللي بتواجه هذه الفئة، حتى هم فعلا يحصلوا على حقوقهم. يعني صح. إحنا بنشتغل من منظور حقوقي. نعم. إحنا وجودنا كSOS اللي هو العمل لحتى هاي الفئة تحصل على حقوقها. فقسم المناصرة بيركز، يعني إحنا هلأ بنشتغل مع جهات على حقوق الطفل، قانون حقوق الطفل إن شاء الله يتم إقراره. نعم. عم نشتغل إن شاء الله السنة الجاية على حملة كبيرة عن مع أطفال الSOS وشباب الSOS، شو هم يطلعوا بالأفكار والمسجات يعني اللي بدهم يخبروها للعالم، إنه هاي التحديات أنا بواجهها. نعم. ساعدوني إنه تكونوا جزء من حلها. نعم. فإن شاء الله السنة الجاية بدنا نطلق حملة كبيرة على هذا الموضوع لرفع الوعي لتحديات هالفئة. نعم. يمكن الكلمة اللي بدنا نختم فيها اليوم هو حق. حق بالضبط. تقبلهم هو حق من حقوقهم. نعم. ما عبا من عليهم على هؤلاء الأطفال اللي إحنا يا رب نكون إيد بإيد لنأمن لهم مستقبل أفضل. نتقبل كافة فئات المجتمع بعدين. نعم. يعني هم مش بس يعني هم، شوفي أنا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة كنت. نعم. فدايما عندي مشكله مع الناس اللي ما بتتقبل اليوم. صح. اليوم ممكن انت تكون، خلينا نقول احنا فنانين ومعرضين بالسوشيال ميديا انه احنا نسمع نقد ايجابي نقد سلبي كذا وهيك، اليوم الناس ما بتنتقد مسكارتك اذا كانت خربانه يعني. يعني خلينا نقول اذا رمشك طاير، اذا يعني على مستوى هاي الأشياء. نعم. فما بالكم لما يكون في أشخاص عندهم حالات خاصة، أو خلينا نقول هم ما اختاروا حياتهم، أو ما اختاروا الماضي، أو ما اختاروا أنهم يكونوا بهيك حياة، فما تزيدوا عليهم العبء وتكونوا أنتوا جلادين يعني. خلص احنا دائما تعرفي شو بنحكي، نحتاج لأطفالنا وشبابنا حتى بالجامعات والكبار مساقات تدرس كيفية التعامل مع مختلف المواقف والفئات الاجتماعية. لأنه لما نحكي عن عبارة تقبل ما عم بتكون على أرض الواقع بشكل صحيح، لما تكون موجودة لوجستيا بمناهجنا بفكرنا بثقافتنا أكيد. صحيح. رح تحدث فرق، وإحنا بنحتاج أكيد. صح. هذا رح أضحكك على شغلة صغيرة. في ابن صاحبتي هديك اليوم فعمل موقف غريب وهيك، فبطلع فيه هيك بقول لي ما تتنمري علي. اوف. صار ضمن مصطلح عمره 6 سنين يعني. فضحكني المصطلح بنفس الوقت يعني خلاني اكتئب. احنا زمان ما كان عندنا هاي
هذا الحديث صح. يعني كثير غريب انه احنا اليوم صار كمصطلح متداول انه الناس هي صار عندها يعني خلص صاروا عارفين حتى الاطفال نعم. انه ممكن يجي فلان ويتنمر عليه ما يشرح صح. تصرفاته بعفويه صح. اتوقع منصات التواصل الاجتماعي عززت التنمر لانه صار في هناك منصه لكل شخص لا يملك الثقافه ولا يملك التهذيب او حتى احترام مشاعر الاخرين وبنحب نصدر الاحكام على امل ان تتغير بوجود طبعا فكر يعني الاس او اس وكل الجهات المعنيه وفنانين بيامنوا بحضورهم ورسالتهم شكرا لكم شكرا لكم يا رب لنختم على هيك لانك موجوده معنا وصوتك الرائع يعني يا روحي يعني دائما حبيبتي انت قمر على الطبيعه اسم الله الله يخليك يعني يصدح هذا الصوت بالفعل احنا بنفتخر بصوتك تفضلي بدنا نقول جزء من تقبلني يلا تفضل وبحب صوت العصافير وبرتاح بحضن امي وبحس باللي بحبني كتير وبفرح لما بتضمني وبغني احلى الالحان علشان الدنيا حلوه وبشوف بعينك كمان راحه لما بت حبني الضم اتقبلني مثل ما انا اتقبلني